هنتكلم النهاردة عن وزن المعادلات الكيميائية. طبعا علشان نوزن معادلة لازم الأول نكون عارفين كتابة الصيغ الكيميائية للعناصر والمركبات، لازم مبدئيا نكون عارفين تكافؤات العناصر والمجموعات الذرية، ونقدر نكتب الصيغة الكيميائية بتبديل التكافؤات. إزاي؟ عايزين نكتب مثلا الصيغة الكيميائية لملح كلوريد الصوديوم. احنا عارفين ان ايون الصوديوم احادي التكافؤ وايون الكلوريد احادي التكافؤ، نعمل مقص يعني نبدل التكافؤات، هتبقى الصيغة NaCl. يا استاذ ده مثال سهل خالص، عايزين مثال اصعب شوية. تعالوا ناخد مثال تاني، ملح فوسفات الكالسيوم. ايون الفوسفات ثلاثي التكافؤ وايون الكالسيوم ثنائي التكافؤ، يلا نعمل مقص ونبدل التكافؤات، نلاقي ان الصيغة Ca3PO4/2. طيب يا أستاذ أنا عايز صيغة كبريتات الألومنيوم. طبعا احنا عارفين ان الكبريتات ثنائي التكافؤ والألومنيوم ثلاثي التكافؤ، وطبعا هنعمل مقص ونبدل التكافؤات، تبقى الصيغة Al2SO4/3. طب صيغة أكسيد المغنيسيوم، الأكسجين ثنائي التكافؤ والمغنيسيوم ثنائي التكافؤ، لما نختصر على الاثنين يبقى فيها الواحد على الاثنين فيها الواحد، تبقى الصيغة MgO. طيب يلا بقى نكتب معادلة موزون. علشان نكتب معادلة موزونة هنعمل ثلاث خطوات. أول خطوة هنكتب معادلة لفظية، وبعدين نحولها لمعادلة رمزية، وبعدين نحقق قانون بقاء المادة أو قانون بقاء الكتلة، بحيث يكون مجموع أعداد الذرات المتفاعلة يساوي مجموع أعداد الذرات الناتجة من التفاعل، وما ننساش نكتب الحالة الفيزيائية وشروط التفاعل. مثال، لو قلنا مثلا احتراق المغنيسيوم في الهواء، طبعا المغنيسيوم رمزه Mg، M كابيتال جي سمول، والأكسجين رمزه O2، طبعا مش O لأن الأكسجين من الجزيئات ثنائية الذرة، يعني O2, F2, Cl2, Br2, I2, H2, N2، كل دي جزيئات ثنائية الذرة بيتحط لها 2 بعد الرمز. تعالوا نكتب الأول معادلة لفظية، هنقول مغنيسيوم زائد أكسجين يدينا أكسيد مغنيسيوم. نكتب بقى معادلة رمزية، هنقول Mg زائد O2 يدينا MgO. بس نلاحظ إن عدد ذرات الأكسجين في المتفاعلات ذرتين، بس في النواتج ذرة واحدة، علشان كده لازم نضرب رمز أكسيد المغنيسيوم في 2 ونضرب برضو رمز المغنيسيوم في 2، نلاقي ان المعادلة بقت موزونة، 2Mg زائد O2 يدينا 2MgO. يا استاذ بدل ما نضرب في 2 كان ممكن نحط 2 تحت الاكسجين وتبقى المعادلة Mg زائد O2 يدينا MgO2. لا، ما ينفعش نغير صيغة المركب علشان نوزن المعادلة، لازم نحافظ على صيغ المركبات في المعادلة. يعني المعادلة هتبقى 2Mg زائد O2 يدينا 2MgO. يا أستاذ قلتلنا ما ننساش نحط الحالة الفيزيائية وشروط التفاعلات، تعال نعملها. أول حاجة المغنيسيوم مادة صلبة، يبقى نكتب تحتها بخط صغير كده S يعني solid، والأكسجين غاز نكتب تحتيه G يعني gas، والMgO أكسيد المغنيسيوم صلب يبقى نكتب تحتيه S. وبما ان التفاعل ده احتراق يبقى نكتب على السهم دلتا يعني حرارة او تسخين. مثال كمان، تفاعل تحضير النشادر من عناصره الاولية اللي هي النيتروجين والهيدروجين. النيتروجين N2 والهيدروجين H2 هيدينا نشادر NH3. عدد ذرات النيتروجين في المتفاعلات هنلاقيها 2 لكن في النواتج 1، يبقى نضرب النشادر في 2، يبقى N2 زائد H2 يدينا 2NH3. هنلاقي الهيدروجين في النواتج بقى 6 وفي المتفاعلات لسه 2، يبقى نضرب الهيدروجين في 3 وتبقى المعادلة موزونة، N2 زائد 3H2 يدينا 2NH3. باقي نكتب شروط التفاعل، حرارة وضغط وعوامل حفازة، وكلهم غازات. تعالوا بقى نتعلم وزن معادلات التعادل اللي هي حمض وقاعدة يدينا ملح ومي. مثلا تفاعل تعادل محلول حمض الكبريتيك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، حمض الكبريتيك H2SO4 وهيدروكسيد الصوديوم NaOH. نعد ذرات الهيدروجين اللي في الحمض نلاقيها 2، ونعد مجموعات الهيدروكسيد اللي في القاعدة نلاقيها 1، ونبدلهم يعني نعمل مقص، نضرب القاعدة في عدد هيدروجين الحمض ونضرب الحمض في عدد هيدروكسيد القاعدة، تبقى المعادلة H2SO4 زائد 2NaOH يدينا Na2SO4 زائد 2H2O.
كل الحاجات اللي في معادلة التعادل بنعملها محاليل اكياس ما عدا الميه بنكتبها ليكويد ان. مثال كمان، تفاعل تعادل محلول حمض الفسفوريك مع محلول هيدروكسيد الكالسيوم. حمض الفسفوريك رمزه H3PO4 يبقى عنده 3H، وهيدروكسيد الكالسيوم CaOH/2 يبقى عنده 2 هيدروكسيد. نعمل مقص ونبدل، نضرب الحمض في 2 ونضرب القاعدة في 3، هيبقى 2H3PO4 زائد 3CaOH/2 هيدينا ايه؟ يدينا Ca3PO4/2. وهنلاقي عدد ذرات الهيدروجين 6 وعدد مجموعات الهيدروكسيد 6، يبقى يديني 6 مية. وبرضو الحالة الفيزيائية كلهم محاليل ما عدا المية ليكويد.